السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا ناس التعليمية الأوائل الجيل بعيد صغيرين مثلنا. التربية المدنية لسنة أولى متوسط وضعية إنتاجية في التربية المدنية حول القانون الداخل المسؤول للمؤسسة الانضباط مؤشراته وفوائده على التلميذ. الانضباط هو التزام التلميذ بالسلوك الحسن واحترام القانون الداخلي للمؤسسة. فما هي مؤشراته وفوائده على التلميذ؟ تتمثل مؤشرات الانضباط في عدم التأخر وإحضار الأدوات المدرسية، بالإضافة إلى الحفاظ على السلوك التعليمي مثل الوسائل التعليمية مثل السبورة والكراسي والطاولات. ولا تنسى المشاركة داخل القسم وارتداء الفيزار. أما فوائد الانضباط على التلميذ فهو طريق إلى النجاح، كما أنه يحسن نتائجه ويساعد على تحسين سلوكه. تستنتج أن نتائج التلميذ الجيدة تدل على مدى انضباطه. وهكذا أعزائي التلاميذ أكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، ولا تنسوا اللايك والاشتراك والقناة في المجال، يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.